عليك، ازيك يا وليد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، ما صح حضرتك يا عم. الحمد لله الحمد الحمد لله لله كويس. الحمد لله يا رب. طيب ندخل بقى كده على اسئله في الدرس الثاني. نبدا باحمد النجار، ويقول لنا احمد يستخدم المليمتر في قياس الحجم الذري. طبعا المليمتر خطا، انا عايز اصوب ما تحت وفوق. الحجم الذري بيكون عن طريق ايه او باستخدام ايه؟ ثواني بس. المليمتر قياس الحجم الذري، الذرة طبعا حجمها صغير جدا، فتقاس بواحدة اسمها ايه؟ ثواني 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 بس. مش فاكرها اكثر والله. البيكو يا احمد، ليه؟ البيكو متر، اللي هو بيساوي 1 في 10 اس 12 جزء الايه، سالب 12 جزء من الايه، من الايه. تمام. طيب بيعتبر الليثيوم اكبر عناصر الجدول الدوري حجما ذريا. تعالى يا خالد. طبعا الليثيوم غلط، هو مين؟ السيزيوم يا مستر. السيزيوم، تمام، سي اس سيزيوم. طيب السؤال اللي بعده يا لامار، بيقول لي ترجع قطبيه جزيء الماء الى وجود فرق في السلبيه الكهربيه بين عنصري الاكسجين والنيتروجين. غلط طبعا، الماء فيه اكسجين وايه؟ هيدروجين. والهيدروجين. ما المقصود بالسلبيه الكهربيه يا ماجد؟ يعني ايه سلبيه كهربيه؟ مقدار الذرة في جذب إلكترون نحوها. مقدرة الذرة في الإيه بالظبط؟ في المركب التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة نحوها أو في اتجاهها. طيب المركب القطبي، مين هو المركب القطبي يا رينال؟ يا رينادة، مع حضرتك يا مستر. يعني ايه المركب القطبي؟ مركب تساهمي في الفرق السلبية الكهربائية من العنصرين الكبير نسبيا. تمام، يكون الفرق هي السلبية الكهربائية. مركب قطبي يعني مركب تساهمي، بس الفرق في السلبية الكهربائية بين قطبين عنصريه كبير نسبيا. عايزين نوضح بالرسم خاصية تدرج خاصية الحجم الذري لعناصر الدورة الواحدة بزيادة العدد الذري. يلا يا سامة، نعملها ازاي؟ مع حضرتك يا مستر. ايه يا سامة؟ هنرسم الأول الحجم هيبقى فوق تمام. والعدد الزائد تحت. طيب يبقى بالشكل ده كده، ده العدد الذري هنا، وهنا العدد الايه؟ او الحجم، سوري، الايه؟ طيب بزياده العدد الذري اللي بيحصل ايه؟ مستر أنا مش فاهم دي برضو. في الدوره الواحده، الدوره الواحده وانت ماشي كده بيحصل ايه؟ بيزداد الحجم الذري، سوري، بيزداد العدد الذري، ومع زيادة العدد الذري بيقل الحجم الايه؟ الذري. يبقى الشكل ده يكون عامل ازاي يا ترى؟ كده يبقى مع زيادة العدد الذري بيقل الحجم الايه؟ الذري. تمام. اللي بعده بقى علف علاء، واللي يقل الحجم الذري في دورات الجدول الدوري الحديث بالاتجاه من اليسار إلى اليمين، ليه الحجم الذري بيقل من اليسار لليمين في الدورة الواحدة؟ قول يا محمد. يقل الحجم الذري في دورات الجدول الدوري الحديث باتجاه من اليسار. يلا يا محمد. مع حضرتك يا مستر.
كل الحجم زيادة قوة جذب النواة الإلكترونات مستوى الطاقة الخارجية. تمام. طيب بص، يا ترى الحجم الذري بسبب زيادة، تمام، عدد الإلكترونات. طب لو عدد زاد عدد الإلكترونات هيزداد إيه؟ قوة جذب الإلكترونات للنواة. بسبب زيادة عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير تزداد قوة الجذب بين نواة الذرة والإلكترونات في مستوى الطاقة. طيب يزداد الحجم الذري في مجموعات الجدول الدوري الحديث بزيادة العدد الذري. دي في المجموعة وأنا نازل من أعلى إلى أسفل، الحجم الذري بيزداد. ليه يا يوسف يا أشرف؟ لزيادة الحجم الذري، يعني لزيادة الحجم الذري للعناصر الفلزية، وبالتالي زيادة قدرتها لفقد الإلكترونات. تمام. بزيادة العدد الذري يزداد مين؟ يزداد الحجم الذري. طب ليه؟ عشان طبعا بيزداد عدد مستويات الطاقة، كل ما تنزل يزداد عدد مستويات الطاقة بمقدار واحد، يبقى نقول بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة بزيادة العدد الذري في المجموعة الواحدة من أعلى إلى أسفل. طيب الماء والنشادر من المركبات. مستر ممكن ثانية بس عشان أحل، عايز إيه؟ تعمل إيه؟ بحل ثانية بس يا مستر. ماشي، حلو. أو عادي ممكن تستنى التسجيل لما ينزل وتكتب براحتك، يعني مش مشكلة. أهم حاجة نعدي بس سؤال سؤال عشان تمام يا مستر. أكبر عدد من الأسئلة في أقل وقت. إيه ده المطلوب يعني؟ والتسجيل كده كده هينزل لك، ممكن توقف بقى براحتك وتسمعني واحدة واحدة وأنا بقول الإجابة وتكتبها قريب. طيب الماء والنشادر من المركبات التسامية القطبية. ليه يا معاذ؟ ها، ليه الماء والنشادر دول بعتبرهم من المركبات التساهمية القطبية؟ مش معانا. طب علي يا خالد، قول يا علي. ايوه مستر. الماء والنشادر مركبات تساهمية قطبية، ليه علم؟ مركبات تساهمية قطبية، لأنها مركبات تساهمية، الفرق في السلبية الكهربائية بين مستويات طاقتهما كبير قليل نسبيا. كبير نسبيا، لأن الفرق كبير. في السلبية الكهربية بين عنصري إيه أو العناصر المكونة لهما سيكون كبير. طيب حلو جدا. طيب بيقول لي قطبية جزيء الماء أقوى من قطبية جزيء النشادر. ليه يا أحمد نجار؟ ليه قطبية الماء أكبر من قطبية النشادر؟ ها، لمين السؤال يا مستر؟ لأحمد النجار اللي هو أنت. أيوه السؤال القطب. ليه قطبية قطبية جزيء الماء الماء أقوى؟ أقوى من قطبية جزيء النشادر؟ لأن القطبية في جزيء الماء تماسك أكثر. ثواني بس عشان عندي إزعاج. طيب خلص إزعاجك و ثواني. يلا. ها، طب استنى يا احمد، انت قول يا قول يا لامار. ليه يا لامار قطبية جزيء الماء اقوى من قطبية جزيء النشاط؟ لأن الفرق في السلبية الكهربائية بين الهيدروجين والأكسجين أكبر من الفرق في السلبية الكهربائية بين الهيدروجين والنيتروجين. في مين؟ في النشاط. تمام، يبقى لأن قطبية جزيء الماء هي قطبية جزيء الماء أقوى من قطبية النشادر أو أكبر من قطبية النشادر، لأن يعني الفرق في السلبية الكهربية بين الهيدروجين والاكسجين المكون للماء اكبر من فرق السلبيه الكهربيه بين الهيدروجين والنيتروجين والهيدروجين.
معلش مصر هي قلت تاني معلش. عندنا فرق في السلبية الكهربية بين الأكسجين والهيدروجين في الماء أكبر من الفرق في السلبية الكهربية بين النيتروجين والهيدروجين في النشاد. النشاد ده بيتكون من NH3 لكن المية H2. طيب السؤال اللي بعده بقى يا ماجد، بيقول لي في الجدول الدوري الحديث تبدأ كل دورة بعنصر؟ لا في اللز. لا في اللز؟ أيوه. يعني مش في اللز؟ فلز فلز قوي فلز قوي يا ماجد. تنتهي بعنصر عنصر خامل طبعا في المجموعة الصفرية. طيب يسبقه عنصر اسمه ايه؟ عنصر لا فلز قوي، لا فلز قوي اللي هو طبعا في مجموعة الهالوجينات. رقم اثنين يا السؤال اللي بعده يا رنادة، بيقول لي كلما ازداد الحجم الذري للعنصر الفلزي تزداد ولا تقل الصفة الفلزية؟ تزداد. تزداد طبعا، لأن الصفة الفلزية وحجم الذرة العلاقة اللي ما بينهم علاقة طبيعية. كل ما تزداد حجم الذرة كل ما يزداد المسافة بين الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير والذرة، يعني يزداد نصف القطر بتاعها، فبالتالي يزداد الحجم وتزداد الصفة الفلزية، يعني قدرة الذرة على أنها تفقد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير بتكون أعلى. طيب تسمى كاسيد اللا فلزات بالأكاسيد إيه؟ يا سما. بالأكاسيد الحمضية. اللا فلزات تسمى كاسيد حامضية أو حمضية، تمام. بينما أكاسيد الفلزات تسمى بأكاسيد بالأكاسيد القاعدية. قاعدية. تمام، برافو عليك. علاء، يلا يا علاء الفضة ايه اللي اختاره بالنسبة لها في العمود ب؟ ايه؟ ها؟ هنا مس علاء. السؤال مين؟ علاء 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 طيب ما فيش علاء. محمد، قول يا محمد. ما حضرتك يا مستر، الفضة لا يتفاعل مع الماء. لا يتفاعل مع الماء. طيب الصوديوم. أنا مستر. قول يا محمد برضو الصوديوم. تمام يا مستر. الصوديوم ممكن الصوديوم يتفاعل لحظيا مع الماء. يتفاعل لحظيا مع الماء، تمام. أقول الجدول كله يا مستر؟ لا أنا عايز بقى يوسف، قول يا يوسف القرصين والكلسة. أيوه يا مستر. القرصين يتفاعل مع الماء وتصاعد غاز الأكسجين، ولا يتفاعل ببطء شديد مع الماء البارد، ولا إيه بالظبط؟ القرصين بيتفاعل ببطء شديد مع الماء البارد. طب والكالسيوم؟ الكالسيوم بيتفاعل مع بخار الماء الساخن. في درجات الحرارة الايه المرتفعة. طيب وليكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الايه شديد مع الماء البارد. يتفاعل مع الماء البارد ده الكالسيوم. بصوا احنا عندنا الكالسيوم والمغنيسيوم وعندنا الزنك والايه والحديد. الكالسيوم والمغنيسيوم دول بيتفاعلوا مع بخار الماء الساخن، والزنك والحديد دول بيتفاعلوا مع الماء الدافئ، تمام؟ مستر يعني رقم ثلاثة مع رقم كام؟ خرسين ثلاثة. ثلاثة الخرسين اللي هو الزنك زي الحديد بالظبط،
تتفاعل مع بخار الماء، ولكن الايه الـ او مع الماء الايه البارد اللي هو رقم 5. مش بيتفاعل مع بخار الماء؟ مع بخار الماء الساخن، الزنك والحديد بيتفاعلوا، سوري، مع بخار الماء الساخن، الزنك والحديد مع بخار الماء الساخن، صح. لكن الكالسيوم والمغنيسيوم هم اللي مع الماء الايه الماء البارد، لمتسلسلة النشاط الايه الكيميائي. في حد عمال يدخل ويخرج يدخل ويخرج. انتوا معاكم حد اسمه جنى؟ في حد في مجموعة اسمه جنى؟ مين بقى جنى دي؟ انا اول مرة اشوفها. طب ما تفتح المايك يا شباب. ما علينا. طيب احنا اخر حد جاوب مين؟ يوسف. طيب انا يا طيب احمد يا نجار، بقولي عناصر تجمع في خواصها بين خواص الفلزات ولا فلزات، يبقى مين هي؟ الايون. مين؟ يا احمد خليك في مكان هادي. انا عايز اجيب بنك عشان احوفر يشوفه يجيب منه ورا على ضوء. لا اله الا الله. طيب علي خالد بيقول عناصر تجمع في خواصها بين خواص الفلزات وخواص اللا فلزات. اشباه الفلزات يا مستر. اشباه الايه؟ اللا فلزات. اشباه الفلزات. ايوه اشباه الفلزات. حضرتك كنت اشباه لا فلزات. لا اشباه. انا بتكلم انا في المايك يا مستر. يا جماعه ما حدش والله العظيم بتشتتوني، ما حدش يفتح المايك وهو حوالي دوشه، وانا قلت لكم قبل كده كتير، يعني هتقعد في مكان حصتك لازم تكون انت مش قاعد في الشارع، قاعد في حصه كانك في مدرسه، كانك في فصلك بالظبط. ما ينفعش تبقى قاعد دوشه، يعني انت مش هتركز معايا اصلا، يعني انت لو قاعد جنبك دوشه اكيد مش هتركز معايا. وكمان لو انت فتحت المايك واتكلمت احنا كمان هنبقى ديستربد معاك. فيا ريت اللي قاعد في مكان قاعد عارف نفسه انه هيركز. غير كده يعني خلوناش بقى نين يعني نضايق عليكم ونخليكم تفتحوا الكاميرات وانتوا قاعدين. الايون يحمل عدد من الشحنات يساوي عدد الالكترونات المفقودة. يا مين؟ معز يا عماد. يا مستر. ايوه عارف يا معاذ، قول لي ايون يحمل عدد من الشحنات يساوي عدد الالكترونات المفقوده، يبقى ايون ايه؟ مفقوده الايون، الايون الموجب. تمام جدا، يبقى ده ايون ايه؟ ايون الموجب. طيب ترتيب الفلزات تنازليا حسب درجه نشاطها الكيميائي، يبقى ايه يا لامار؟ متسلسله النشاط الكيميائي. متسلسلة النشاط الكيميائي، برافو. رقم 4 يا ماجد بيقول لي أكاسيد تتفاعل مع الأحماض على أنها أكاسيد قاعدية. أكاسيد مسردة. مين؟ أكاسيد مسردة. الأكاسيد المترددة. أكاسيد تتفاعل مع الأحماض على أنها أكاسيد قاعدية، والعكس برضو مع القرويات على أنها أكاسيد حامضية. يبقى الاكاسيد المترددة. تمام برافو. بقول لي كمل بالايه بما يناسبها من العناصر التاليه. عندك كربون واكسجين وفلور وفوسفور وكبريت وسيزيوم، وكل واحد من دي في العدد الذري بتاعه. ف رناده بسالك، بقول لك عدد الالكترونات غلاف تكافؤ عنصر ايه اكبر من عناصر من عنصر من مما لذره عنصر الاكسجين اللي هي O8. طيب هو 8 يعني المفروض 2 6. في واحد بقى عنده عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير اكبر من 6، يبقى مين؟ الفلور. الفلور عنده 7. تمام، يبقى F9.
طيب يتساوي عدد مستويات الطاقة في ذرتي مين ومين مع عددها في ذرة الكربون؟ ذرة الكربون عندها 6 يبقى 2 4. عدد مستويات الطاقة اللي عندها 2 زي مين يا ترى؟ مين يا مستر؟ زي الأكسجين والفلور؟ رنادة برضه ها؟ زي مين؟ الأكسجين عنده 2 صح؟ والفلور برضو عنده 2. طيب رقم بقى 3 لسما بيقول يتساوي عدد الإلكترونات غلاف التكافؤ في ذرتي عنصري مين ومين؟ مين العنصرين اللي عندهم نفس عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأقليمي؟ الكلور والأكسجين؟ الكلور الكربون كبريت قصدي صح الكبريت والاكسجين عشان كلاهما هيبقى عنده 6 الكترونات في مستوى الطاقة الأقليمي. اللي بعدك محمد. ما حضرتك يا مستر تمام. عدد الكترون عنصر اقل من عدد الكترونات ذرتها اصلا. طبعا اقل عدد الكترونات الايون اقل امتى؟ لما يفقد. مين فيهم بقى بيفقد الكترونات؟ اللي بيفقد الكترونات ده الفلزيه ولا لا فلزيه؟ الفوسفور الفلزيه. يبقى عدد يبقى مين بقى؟ لا الفوسفور لا فلز وكلهم لا فلزات ما عدا طبعا الكربون من وبرضه الكربون لا فلز ما عدا مين؟ ما عدا السيزيوم. يبقى السيزيوم هو الوحيد اللي هيبقى عدد الالكترونات بتاعت الايون بتاعته اقل من عدد الكترونات ذراته لانه هيفقد الالكترونات. رقم 5 يوسف اشرف بيقول يتساوي عدد مستويات الطاقه في ايونيه عنصر مين والفلور ومين تاني معاه؟ يتساوي عدد مستويات الطاقة في أيونات عناصر مين والفلور ومين تاني؟ الأكسجين والكربون. تمام. الكربون هيبقى 2-6 سوري 2-4 فلما يكتسب هيكتسب الإلكترونات يبقى عنده مستويين طاقة. والأكسجين هيبقى 2-6 برضه هيكتسب 2 إلكترون ويكمل لـ8 وبرضه زيه بالظبط الكبريت هيبقى شبه يبقى الكبريت والفلور أو الفلور هيبقى 2-7 والأكسجين برضه هيبقى 2-6 فهيكتسب 2 إلكترون يبقى ممكن يكون عناصر الأكسجين والفلور والكبريت. لا الكبريت هيبقى 3 هيبقى الفلور والكربون والأكسجين 3 الفلور والكربون والأكسجين. طيب على اللي ما يأتي تزداد الصفة الفلزية لعناصر المجموعة 2A كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل. مين عليه الدور؟ آخر واحد كان جاوب محمد يوسف يا مستر أنا آخر واحد مجاوب يوسف أشرف. ماشي يا أحمد يا نجار. تزداد الصفة الفلزية لعناصر المجموعة 2A كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل. ليه بتزداد الصفة الفلزية عامة في المجموعة من أعلى إلى أسفل؟ طيب زيادة أي صفة فلزية بتزداد بتزداد بزيادة الحجم الإيه؟ بزيادة الحجم الذري بسبب زيادة الحجم الذري من أعلى إلى أسفل دايما بيزداد الصفة الفلزية بزيادة الحجم الذري. طيب السؤال اللي بعده يا علي يا خالد بيقول يعتبر ثاني اكسيد الكربون اكسيد حامضي بينما اكسيد المغنيسيوم اكسيد قاعدي. ليه يا ترى؟ مثلا لانه عند وضع قطره منه عند صبغه عباد الشمس فانها تصبح باللون البنفسجي بينما اكسيد المغنيسيوم عند اضافه قطره منه الى صبغه عباد الشمس تكون باللون احمر.
تمام، يبقى يعتبر ثاني اكسيد الكربون اكسيد حامضي لانه يغير لون ورقه عباد الشمس الى اللون الاحمر، بينما اكسيد المغنيسيوم اكسيد عادي لانه يتفاعل مع الماء ويعطي قواعد اللي هي طبعا بتغير لون ورقه عباد الشمس الى اللون الاصفر. اوكي يا احمد، ما فيش مشكله، بس ظبط حالك بعد كده يعني. دمار، اختار مما يلي ما يناسب كل من الاشكال الاتيه. عندي اول حاجه توزيع الكتروني لذره فيها 17 بروتون من 8 7، وبيقول لي بقى دي يا ترى ذره فلز ولا ذره لا فلز ولا ايون سالب ولا ايون موجب، وبرده اداني عدد من التوزيعات الالكترونيه لعناصره. قولي لي بقى او صنفي لي اول واحد ده هيبقى نوعه ايه؟ ذره لا فلز. هيبقى اول واحد ده لا فلز، تمام. طب والثاني 282 والعدد 12، يبقى ده ذره ايه؟ فلز. ذره فلز. طيب والثالث هيبقى ايه يا نمر؟ ايون سالب. ايون سالب ليه؟ يعني 2.8 دي معناها ان هو هيبقى ايون سالب؟ فقد ولا اكتسب؟ اكتسب. تمام، يبقى ايون سالب. وموجب 3 يبقى 2، يبقى اكيد فقد الكترون، يبقى ايون ايه؟ ايون موجب. تمام. ماجد، يا ماجد بيقول لي ماذا يحدث في كل حالة من الحالات الآتية مع كتابة طبعا المعادلة موزونة؟ وضع مسحوق من أكسيد المغنيسيوم في الماء، جبت كده مسحوق مغنيسيوم اللي هو ام جي ده وحطيته في المية، يبقى المعادلة الموزونة هتقول لك إيه اللي هيحصل؟ هينتج لنا يعني حلق أوزن المعادلة؟ هتكتب المعادلة وتوزنها كمان. هو ام جي مغنيسيوم و H2O هيدروكسيد، هيدروكسيد المغنيسيوم. لما نيجي نوزنها هتبقى هنحط ام جي ونحط قوس H2O ونحط في الام جي O. تمام، يبقى ام جي او اتش كل اتنين طبعا وبس، هو كده. يبقى اكسيد المغنيسيوم او مسحوق المغنيسيوم نفسه، او سوري، هو بيقول لك اكسيد المغنيسيوم في الماء مش المغنيسيوم في الماء، اكسيد المغنيسيوم يعني ام جي او، تمام، في الماء اللي هي اتش 2 او، فيديك هيدروكسيد المغنيسيوم ام جي ام جي او اتش كل ايه؟ كل اتنين، وبكده يبقى المعادله فعلا موزونه. طيب احتراق بقى الكربون في جو من الاكسجين، عايز اكتب المعادله برضو يا ماجد، اكتب ايه؟ الكربون اللي هو سي واكسجين او 2، يبقى فعلا الاحتراق بتاعه يعني بالتصميم يديك سي او 2 ثاني اكسجين الكربون. تمام جدا. طيب الدرس الثالث هبدأ فيه يا ريناد، تقول لي اكتب الاسم الدال على كل عبارة من العبارات. والباقي يا مستر هناخده واجب إن شاء الله، اللي أنا سيبته ده هناخده أقول لكم عليه في الآخر أو دلوقتي زي ما قلت لكم كده، أي صفحة أنا هسيبها أعتبرها واجب. فلزات وحدية التكافؤ تقع في المجموعة الأولى إيه بالجدول الدوري الحديث؟ يلا الكلويات. رينادة، تمام، دي اسمها ايه؟ القلويات. قلويات ولا الأقلاء؟ الأقلاء. تمام، أنشط بقى الفلزات بوجه عام في الجدول الدوري الحديث اللي هو مين بقى يا رنادة برضه؟ الفلزات
الأقلاء برضه. أنشط الفلزات، يعني أنا عايز واحد بس أنشط، الأنشط يعني حاجة واحدة بس. CS. إيه؟ سيزيوم؟ CS. أيوة اللي هو اسمه سيزيوم يعني. آه. طيب ماشي. أحمد وجيه. بيقول لي أقل عناصر الأقلاء كثافة، هل هو السيزيوم، الصوديوم، الليثيوم، البوتاسيوم؟ الصوديوم يا مستر. صوديوم أقل العناصر الأقلاء كثافة، أقل واحد في الكثافة هو مستر الصوديوم. طيب أنت سمعني كده؟ أقل واحد في الكثافة هو مين؟ هو الليثيوم. الصوت عندك وحش جدا. يبقى اللي هو مين؟ الليثيوم. تزداد الكثافة كل ما بننزل إيه؟ طيب عند تفاعل الصوديوم مع الماء في تصاعد غازي. سما. عند تفاعل الصوديوم مع الماء يتصاعد غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين. طيب بيقول لي عناصر الأقلاء إيه بالنسبة للتكافؤ؟ أحادية، ثنائية، ثلاثية، رباعية. ها يا محمد؟ مع حضرتك يا مستر. تكون عناصر الأقلاء الأحادية. دايما العناصر بتاعت الأقلاء دي أحادية الإيه؟ التكافؤ. أحادية التكافؤ. طيب عنصر السيزيوم يقع ضمن المجموعة الأولى إيه؟ ولا من الأقلاء؟ ولا أحادي التكافؤ؟ ولا جميع ما سبق يا يوسف؟ جميع ما سبق يا مستر. جميع ما سبق يا مستر. ماشي. طيب كل مما يأتي من خواص عناصر الروبيديوم مقارنة بخواص عناصر عنصر الصوديوم ما عدا إيه؟ يعني الروبيديوم والصوديوم الاثنين في نفس المجموعة بس مختلفين مع بعض في خاصية اللي هي إيه بقى يا معز؟ إن حجم الذري أكبر، إن كثافته أكبر طبعاً الروبيديوم بالنسبة للصوديوم، ولا فقدانه للإلكترونات أصعب، ولا تفاعله مع الماء أعنف؟ صح، يا فقدانه للإلكترونات بيكون أصعب. ده مش صح، ده بالعكس ده بيكون أسهل. ليه؟ لأن حجم الذرة أكبر، وكل ما يكون حجم الذرة أكبر كل ما تكون بتزداد الصفة الفلزية، يعني بيقدر يفقد إلكتروناته الموجودة في مستوى الطاقة الأخير بكل سهولة. تمام. رقم 6 يا علي، بيقول لي أي من الأشكال التالية تعبر عن خليط من اليود، خليط من اليود والأرجون وكلوريد الهيدروجين. أيوة مستر، هيكون خليط اليود والأرجون وكلوريد الهيدروجين. جيم. ألو معاك يا حبيبي، قلت إيه بقى؟ قلت جيم. جيم خليط من اليود اللي هو ثنائي الذرة اللي هو ده، والأرجون اللي هو أحادي الذرة، يعني بيكون من ذرة واحدة بس. بس أنا مش لاقي فين جيم. تمام، يبقى ده اليود وده اللي ذرة واحدة اللي هو، لا برضه مش هينفع، مش هينفع جيم. لازم يكون كلوريد الهيدروجين بيتكون من ذرتين مختلفتين، يعني واحدة كده سودة واحدة ايه بيضة. ده لازم تكون موجود، ده كلوريد الهيدروجين. والأرجون يبقى واحدة بس،
ذره واحده بس، واليود ذرتين متماثلتين شبه بعض بالظبط، يبقى انهي واحده؟ هتبقى دال. هتبقى دال. اوكي طيب السؤال اللي بعده يا لمار، بقول عندي اناءين، اناء واحد واناء اثنين، يمثل تفاعل الصوديوم مع الماء وايهما يمثل تفاعل البوتاسيوم مع الماء؟ مين يمثل الصوديوم مع الماء؟ رقم واحد. واحد. طب واثنين اللي هو البوتاسيوم طبعا مع مين؟ مع الماء. طيب عايز بقى اكتب المعادله الموزونه بتاعت التفاعلين مع بعض. يبقى صوديوم مثلا مع الماء اللي هو H2O هيديني مين؟ هيدروكسيد صوديوم NaOH زائد ال H2O اللي هو الماء، تمام؟ سوري الهيدروجين H2 بس، يتصاعد غاز الهيدروجين. طبعا المعادلتين زي بعض، هشيل بس الصوديوم واحط البوتاسيوم، يبقى كده صح. يطفو الصوديوم على سطح الماء، علل لماذا يطفو الصوديوم على سطح الماء؟ يلا يا مين؟ يا ماجد، لماذا يطفو الصوديوم على سطح الماء يا ماجد؟ لأن كثافة الصوديوم أقل من كثافة الماء. كثافة؟ لأن كثافة الصوديوم أقل من كثافة الماء. تمام، كثافة الصوديوم أقل من كثافة الماء، لذلك يطفو على سطح الايه؟ الماء. تسمى عناصر المجموعة الأولى في الجدول الدوري بفلزات الأقل نقاء.